يا أمالا يا حنونا يا كنز الرحمة والمعونة أنت ملجانا وعليك رجانا تشفعي فينا يا عذرا وتحنني على موتانا وإن كان جسمك بعيدا منا أيتها البتول أمنا صلواتك هي تسحبنا وتكون معنا وتحفظنا بجاه من شرفك على العالمين حين ظهر منك ظهورا مبين اطلبي منه للخاطئين المراحم لدهر الداهرين أنت أمنا ورجانا أنت فخرنا وملجانا عند ابنك اشفعي فينا ليغفر برأفته خطايانا لا تهملينا يا حنونا يا مملوءة كل نعمة بل خلصي عبيدك أجمعين لنشكرك لدهر الداهرين. بشفاعة سيدتنا مريم العذراء فليبارككم الثالوث الأقدس الآب آمين والابن آمين والروح القدس آمين. هب جوق العلويين يدعو جوق الأرضيين ما أحلى صوت ترنيم هذا الإنسان الرميم يتلو الحمد والشكر يشدو التلحين مثل النوريين. بيتو خاله علت وقتم بمديله سخدت ملكوش مايونو حاسولي خلدا حطيت لوخ ملكوش مايونو حاسولا خلدا حتينا لوخ صلوا علي ميتو المرا قالوهن قابل قربونوخ نترحم علينا بصوتك. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد آمين. أهلنا يا ربنا يسوع المسيح أن نسبحك في تذكار الملائكة القديسين وهبنا أن نخدمك مثلهم ونسجد لك ونشكرك وأباك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد آمين. سلام للبيعة ولبنيها. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام والرجاء صالح لبني البشر. Let us raise glory, honor, and praise to the one whom the angels of heaven praise day and night, and whom we on earth glorify morning and evening. Baruch Morabon. To the Good One be glory and honor on this day and all the days of our lives and forever. Amen. Glory to you, O radiant light. You brought joy to the world by your incarnation and gave light to all in heaven and on earth with your spiritual light. We praise you with the angels in heaven. Now, O Jesus Christ, our Lord, we ask you with the fragrance of this incense to send us angels of peace, messengers of your divine will, guardians protect us from evil, shepherds to guide us on the right path, leading us to do good, companions on the road, and protectors of churches, monasteries, and convents. May we continue to walk in your light, that with the angels, Baruch Morabun, we may raise glory and thanks to you, to your Father, and your Holy Spirit, now and forever. Amen. أيها الأزلي والمحجوب عن أبصار الأنام وتمجده ملائكة السماء بتحجب تام. أيها الخالق محض الأرواح وذوي الأجسام ومن عدم الوجود زنى كل موجود في أبهى نظام. اقبل صلاتنا وتضرعاتنا قبولا أمينا، وكن للبيعة وجميع بنيها سورا حصينا. أخذنا جسدك ودمك المحيي، لنا عربون بحسن أمانة، فكن يا ابن الله علينا حنونا. نضرع إليك يا ربنا يسوع المسيح لهذا البخور في تذكار الملائكة الأطهار الذين يسبحونك ليل نهار دون انقطاع، فهبنا أن نضم أصواتنا إلى تسبيحهم الآن وإلى الأبد. آمين. قديشات ألوه، قديشات حيلتونو، قديشات لمويوتو، اترحم عليه. قديشات ألوه، قديشات حيلتونو، قديشات لمويوتو، اترحم عليه. قديشات ألوه، قديشات حيلتونو، قديشات لمويوتو، اترحم عليه. أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كلمتك المقدسة. لك المجد إلى الأبد. آمين. كان نارا ونورا لموسى وحزقيال، صار خبزا وخمرا يحيينا مدى الأجيال. يخشاه الكروبيم وربوة السرافيم، صار خبزا وخمرا يحيينا مدى الأجيال. ربي يا من تقبل خدمة الأبرار، يا حنون تقبل واستجبنا كالأبرار. فصل من أعمال الرسل. وبارك يا سيد. المجد للسيد لوقا والرسل، والتحل مراحم الله على القارئين والسامعين وعلى هذه الرعية وأبنائها إلى الأبد. يا إخوتي، تآمر بعض اليهود فوضعوا حرما على أنفسهم، ألا يأكلوا ولا يشربوا حتى يقتلوا بولس. وكان الذين دبروا هذه المؤامرة أكثر من 40 رجلا. هؤلاء جاءوا إلى الأحبار والشيوخ وقالوا: لقد حرمنا أنفسنا حرما، ألا نذوق شيئا حتى نقتل بولس. فالآن أشيروا أنتم والمجلس على قائد 1000 أن يحضر بولس إليكم، كأنكم تريدون أن تفحصوا عن أمره فحصا أدق. ونحن مستعدون لقتله قبل أن يقترب من المجلس. وسمع ابن أخت بولس بالكمين فذهب إلى القلعة ودخل، فأطلع بولس على الأمر. فدعا بولس أحد قادة 100 وقال له: اذهب بهذا الفتى إلى قائد 1000 فإن عنده ما يطلعه عليه. فأخذه قائد 100 وذهب به إلى قائد 1000 وقال: لقد دعاني السجين بولس وسألني أن أحضر إليك هذا الفتى لأن عنده ما يقوله لك. فأخذه قائد 1000 بيده وانفرد به على حدة وسأله: ما عندك من خبر تطلعني عليه؟ فقال: إن اليهود قد اتفقوا على أن يسألوك أن تحضر بولس غدا إلى المجلس، كأنهم يريدون أن يستعملوا عن أمره بوجه أدق، فأنت لا تصدقهم، لأن أكثر من 40 رجلا قد كمنوا له ووضعوا حرما على أنفسهم، ألا يأكلوا ولا يشربوا حتى يقتلوه، وهم الآن مستعدون ينتظرون منك الموافقة. فصرف قائد 1000 الفتى وأوصاه قال: لا تخبر أحدا إنك أطلعتني على ذلك. A reading from the Acts of the Apostles with your blessing. Brothers and sisters, in the morning the Jews joined in a conspiracy and bound themselves by an oath neither to eat nor drink until they had killed Paul. There were more than 40 who joined in this conspiracy. They went to the chief priests and elders and said, "We have strictly bound ourselves by an oath to taste no food until we have killed Paul. Now then, you and the council must notify the tribune to bring him down to you on the pretext that you want to make a more thorough examination of his case, and we are ready to do away with him before he arrives." Now the son of Paul's sister heard about the ambush, so he went and gained entrance to the barracks and told Paul. Paul called one of the centurions and said, "Take this young man to the tribune, for he has something to report to him." So he took him, brought him to the tribune, and said, "The prisoner Paul called me and asked me to bring this young man to you. He has something to tell you." The tribune took him by the hand, drew him aside privately and asked, "What is it that you have to report to me?" He answered, "The Jews have agreed to ask you to bring Paul down to the council tomorrow, as though they were going to inquire more thoroughly into his case. But do not be persuaded by them, for more than 40 of their men are lying in ambush for him. They have bound themselves by an oath, neither to eat nor drink until they kill him. They are ready now and are waiting for your consent." So the tribune dismissed the young man, ordering him, "Tell no one that you have informed me of this." Praise be to God always. Hallelujah, hallelujah. طوبى للذين يسمعون كلمة الله يسمعونها ويعملون بها. هللويا. أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. Peace be with you. And with your spirit. From the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke, who proclaimed life to the world, let us listen to the proclamation of life and salvation for our souls. كونوا في السكوت أيها السامعون لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم. فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. Someone in the crowd said to Jesus, Teacher, tell my brother to divide the family inheritance with me. But he said to him, Friend, who set me to be judge or arbitrator over you? And he said to them, Take care, be on your guard against all kinds of greed, for one's life does not consist in the abundance of possessions. Then he told them a parable. The land of a rich man produced abundantly, and he thought to himself, What should I do? For I have no place to store my crops. Then he said, I will do this. I will pull down my barns and build larger ones, and there I will store all my grain and all my goods. And I will say to my soul, Soul, you have ample goods laid up for many years. Relax, eat, drink, and be merry. But God said to him, You fool, this very night your life will be demanded of you, and the things you have prepared, whose will they be? So it is with those who store up treasures for themselves, but are not rich toward God. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. قال لوقا البشير: قال واحد من الجمع ليسوع: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث. فقال له: يا رجل، من أقامني عليكما قاضيا ومقسما؟ ثم قال لهم: احذروا وتحفظوا من كل طمع، لأنه مهما كثر غنى الإنسان فحياته ليست من مقتنياته. وقال لهم هذا المثل: رجل غني أغلت له أرضه، فراح يفكر في نفسه قائلا: ماذا أفعل؟ وليس لدي ما أخزن فيه غلاتي. ثم قال: سأفعل هذا، أهدم أهرائي وأبني أكبر منها، وأخزن فيها كل حنطتي وخيراتي، وأقول لنفسي: يا نفسي، لك خيرات كثيرة مدخرة لسنين كثيرة، فاستريحي وكلي واشربي وتنعمي. فقال له الله: يا جاهل، في هذه الليلة تطلب منك نفسك، وما أعددته لمن يكون. هكذا هي حال من يدخر لنفسه ولا يغتني لله. حقا والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركات من أجل كلامه الحي لنا. خينا الشماس، اختنا الراهبة، اخوتي اخواتي الأحبة، نحن بهالاسبوع الأسبوع 11 من زمن العنصرة رح تكون المواضيع الإنجيل من لوقا الفصل 12. هالقراءات يلي بتشدد على أهمية والوعي كيف نتعاطى مع المال، مع الغنى. وهو هالتأملات بهالأسبوع والقراءات هي امتداد للإنجيل اللي سمعناه امبارح نهار الأحد، إنجيل زكى العشار، وكيف ربنا بلقائه فيه غيرت حياته. فمن هون أهمية التعامل مع رب المال، لأنه ربنا بيقول لنا: انتبهوا، ما تعبدوا ربين، يا الله يا المال. فالمال هو إله بحد ذاته، مش لأنه هو مؤله، إنما الإنسان بيأله المال، بيعتبره صار أهم منه. من هون أهمية إنه المعرفة تكون صحيحة لآخرة صالحة. كيف نتعاطى مع هالموضوع مع المال؟ إنجيل اليوم يسوع اللي بيعطي فيه مثل الغني الجاهل كان غني بالمال صحيح، ولكن أيضا كان عنده غنى من الناحية السلبية. يعني كان غني بالقلق، كان غني بالبخل، كان غني بفراغه الداخلي. يعني المال ما أعطى لا السعادة ولا راح يعطي السعادة. هذا الغني كان عم بيعاني بقلبه من فراغ كبير، كمان هيك هذا الفراغ بيدفع الإنسان للقلق. سمعنا السؤال، شو بدي أعمل الآن؟ شو بدي أعمل؟ كيف بدي أعبي هالفراغات؟ نفكر إنه الفرح بيجي من برا، كيف بدي أفرح؟ كانت المشكلة إنه مليان من نفسه، ونفسه كانت فارغة، فما لقى الفرح الحقيقي يلي هو إنك تعطي. الفرح إنك تعطي، مش إنك تخبي. حتى لو امتلأت أهراءه كلها سوا، وبعدين شو بده يعمل؟ مرة تانية برجع بيهبطها، برجع بيعمر أكبر، ومرة تالتة برجع بيهبطها، برجع بيعمر أكبر. مثل في أشخاص بيقولوا أنا ما عم بلاقي فرح، صار عندي 10 بيوت و3 فرمات ومدري شو 1000 سيارة، ما عم بلاقي الفرح لأنك فارغ من جوا. جواتك فارغ، انتبه، ما رح تشبعك ولا رح تمليك هذه الأمور، ولا رح تلاقي بروحك ولا بقلبك يا إنسان بداخلك إلا إذا عرفت إنه هالعطية معطاة لإلك من فوق، ومصدرك الحقيقي فرح هو من فوق. هون المفارقة، أنت مين في بقلبك مش شو في بجيبتك. شو حاسس أنت من جوا مليان معبيك من نعمة بحياتك، مش قديش معك. الله اللي بيعطي ده، أنت بتعطي الغير. وهون مسألة إنه الشاب لما أجى لعنده ليسوع عم بيقول له ولو احكام بيناتنا أنا وخيي في مشكلة مصاري. قال له مين حطني عليكم أنا قاضي ومقسم؟ فكرة جاية من العهد القديم، إنه الأشخاص اللي هن يعتبروا قضاة هن اللي كانوا يعدلوا، فكانوا معتبرين إنه يسوع مهم، فإذا ممكن إنه يحكم بهالموضوع. لا، يسوع عم بيقول إنه ربنا بيعطي، أنتوا اصطفلوا فيهم، أنتوا عندكم الحرية، يا بتخلوها هي تمتلككم لهالأمور المادية، يا أنتوا بتعرفوا تسيطروا عليها، بتكون بخدمة البشر. فهيدي المسؤولية الله أوكلنا إياها، إنك تعطي الغير. الله أعطاك تتعطي. فالغنى الحقيقي يا أحبة بيكون بالقلب، بالعقل، هونيك الملء الحقيقي، هونيك الفرح يلي بدوم. شو بدي أعمل اليوم؟ سؤال طرحه الغني، نسأل حالنا نحن كمان، أنا اليوم شو بدي أعمل؟ أنا اليوم يلي قاعد مش قادر أجي على الكنيسة، روحيا بدي أعرف كون غني بالله، مش بشي تاني. المال وسيلة مش غاية، مش هدف أن يكون معي مصاري، مصاري معي تقدر ساعد. من هون بحب أذكر 10 أشياء من مئات الأشياء اللي المصاري ما بتشتريها. المصاري ما بتشتري الاحترام، المصاري ما بتشتري التربية، المصاري ما بتشتري الاتزان بالحياة، ما بتشتري الجمال الطبيعي الحقيقي، ما بتشتري الأخلاق، ما بتشتري المنطق، ما بتشتري الضمير المرتاح. المصاري ما بتشتري هدف الحياة، والمال ما بيشتري النزاهة، ولا حتى بيشتري الأصدقاء الطيبين. خلونا يا أحبائي نهدم أهرقات الأنانية، ونعمر محلها بيوت الفقراء بنعمة ربنا العاطي، إله المجد للأبد، آمين. نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. إيت الوت ما تبحيد له والوت له دم حادة اليوت وينو بصوغ الطيب وطوخ إعول البيتخ وسجود بهايكلو وتكوت شوخ دحل تقمور يدبرين وبزديق تقالفين صلوا عليه ميتو المران قالوهن قابل قربونخ نترحم علين باسلوتخ هللويا. قال الرب إنني الخبز الموحي الآتي من حضن الآب قوتا للعالم، قابلني حضن العذراء الأم الناقي العذراء مريم مثل حبات القمح في الأرض الخصبة، صرت فوق المذبح قوتا للبيع هاليلويا وخبز حياة. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبنائك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسند الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطوباوية وتة الله مريم ومار يوسف ومرمرون وقديسو لبنان. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيع المقدس، بخاصة من تقدم عنهم وعلى نيتهم هذه الذبيحة. من أجلنا وياكم أحبائي اللي عم تشاركوا معنا بالقداس، من أجل كل مين بحاجة لصلاة، كل مين بعده معلق بأمور هالدنيا، كل مين بعده فارغ من جوا، كل مين حزين ما عم بيلاقي فرحه من الرب. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين. أنت الغنية في النعم ونحن بنوك في عدم، فارق لنا عند الندم، فمن جاءك نال الأمل. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب إله السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع، فنرفع المجد والشكر إليك ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. سلام لك يا مذبح الله، سلام الأسرار المقدسة الموضوعة عليك، سلام لك يا خادم المسيح ويا هياكل روح القدس. للإخوة السلام والمحبة والإيمان من الله الآب والرب يسوع المسيح، فليكن إله السلام معكم أجمعين. آمين. Lord, we bow before you to receive your blessings and assistance, for we are weak and you are the support and refuge of all. We raise glory and thanks to you, to your only Son and to your Holy Spirit, now and forever. Amen. O Lord, may the light of your face shine upon us, deliver us from every evil, and blot out all our transgressions. That we may raise glory and thanks to you, to your only Son and to your Holy Spirit, now and forever. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول روح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا، إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين، إنه لحق وواجب. حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إن نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين قائلين: قدوس 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 أنت أيها الرب القوي إله الصباؤوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك العظيم. هوشعنا في الأعالي. مبارك الذي أتى وسوف يأتي باسم الرب. هوشعنا في الأعالي. إنك القدوس اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك للعالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. وبيومه هودك ضم حاشودي لمعبد حي، ساب اللحم بدا وقادي شوتو بارخ وقادش وقصونيا بالتلميدا وكدوما سابخول من اكل خون هونو داني تاو فغروديل تحلف يكون وحلف ساجين ما تقسي وما تهاب حوصو يتحوبي والحي دا العلم علمين. آمين. وخانوا عالكوس ودمزجوا من حمرو من مايو بارخ وقادش ويا بالتلميدا وكدوما ساب اشتاو من اكل خون اونو داني تاو دموديل دياتك احداتو دحلو فيكون وحلف ساجي ما تشد وما تهاب حوصو يتحوبي والحي دا العالم علمين. آمين. وبهذا أوصاهم وحضهم قائلا: كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيء. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني، ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا. فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصي ومجيئك الثاني، نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ، بل ترأف بنا وارحمنا وأشف بوجهك عن خطايانا وعضدنا. لهذا تضرع إليك بيعتك وراعيتك وبك ومعك إلى أبيك، وهي تقول: ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبنائك الخطأ فيما نقبل نعمك، نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح، إياك نمجد، إياك نبارك، لك نسجد، بك نعترف، ومنك نطلب. فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا، فلنقف مصلين خاشعين. ارحمنا اللهم ارحمنا، وأرسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعضدنا ويسامحنا. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. ويجعل بحلول هذا الخبز جسد المسيح إلهنا. آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. آمين. تكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية. آمين. O Lord, accept our intercessions and prayers and grant security to your people and peace to your flock. Protect our shepherds, Francis the Pope of Rome, Charbotros our Patriarch of Antioch, and Antoine Charbel our Bishop. Assist the priests, the deacons, and all those who serve your Holy Church, so they may intercede and pray to you on our behalf. We pray to you, O Lord. Lord, have mercy. ساعدنا يا أبانا السماوي أن نبني حياتنا على أساس كلمتك وتعاليم الرسل، بحيث يكون يسوع هو حجر الزاوية الذي يقوينا ويثبتنا لنعيش الحب والتوبة والفرح والقداسة. نسألك يا رب. يا رب ارحم. نصلي يا رب لأجل السلام والاستقرار في العالم، كما نسألك بشفاعة أمنا العذراء والقديسين أن تعتني بالمرضى والفقراء والمضطهدين، ومن أجل جميع الذين ينادون اسمك القدوس ويعترفون أنك أنت إله الحق. نسألك يا رب. يا رب ارحم. Lord, in this season of Pentecost, give us an attitude of repentance and hope, and help us to have courage that meets what will be difficult and the conviction to accept everything as a gift from you. We pray to you, O Lord. Lord, have mercy. Heavenly Father, for all who are seriously in physical and spiritual need, through the prayers of Our Lady, Saint Joseph, and all the saints, grant them peace and help them to experience love and hope in the midst of their sufferings. We pray to you, O Lord. Lord, have mercy. Favorably remember, O Lord, our parents, brothers and sisters, teachers and all the faithful departed, here and everywhere who have gone to their rest. Forgive us and forgive them of all sins and offenses. Through our Lord, God and Savior, Jesus Christ, who is without sin, we hope to find mercy and forgiveness for our sins and for theirs. Grant rest, O God, to the departed, and forgive the sins we have committed, with or without full knowledge. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد لنا بكل شيء اسمك المبارك، مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس، الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن، هكذا يكون إلى الأبد. آمين. يا أبا الحق الرحمن، خذ منا هذا القربان، قربان ابنك الفادي، بحر الحب والغفران. يا بكر الأب المحجوب، يسوع الفادي المحبوب، حي أنت يا ابن الله، حي أنت يا مصلوب. يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا، فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. نضرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. O Lord, lead us not into the trials of temptation, that we do not have the strength to overcome, but deliver us from every evil. Baruch Morabon. For the kingdom, the power, and the glory are yours with the only Son and your Holy Spirit, now and forever. Amen. السلام لجميعكم. ومع روحك. احنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف، وأمام مذبحه الغافر، وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب ساجدين لك، المنحنين أمامك، الضارعين إليك، أهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم على كل شيء قدير. ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك، لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس القديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس. تبارك اسم الرب، لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا، لك المجد إلى الأبد. العالم جائع، العالم جائع، وخبز الحياة خبز السماء، خبز سلام الأرض، فخذوا عن مائدة الخبز ليأكل العالم. أيضا وأيضا بك يا رب نعترف، والتسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا. ارحمنا يا رب، يا حنون، يا رحوم، يا محب البشر ارحمنا. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، الرب يحيينا، الرب يفدينا، الرب يعطينا كل ما نسأل. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، خبزه يكفينا، دمه يروينا، حبه يعطينا نورا وحياة. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، فلنمجده ولنسبحه ولنباركه دهر الداهرين. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. We thank you, O Father, for this gift that you have given us, though we are unworthy. Do not shame us because of our sins, but help and save us, that we may raise glory and thanks to you, to your only Son, and your Holy Spirit, now and forever. Amen. Peace be with you. And with your spirit. Lord Jesus, stretch forth your right hand and bless your people. Protect them by your cross. Be their shelter and refuge. And perfect them with your abundant blessings. That we may raise glory and thanks to you, to your blessed Father, and your Holy Spirit, now and forever. آمين. امضوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بارك التثالث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، له المجد إلى الأبد. آمين. تبارك الرب فإنه قد سمع صوت تضرعي، خلص شعبك وبارك ميراثك، وارعهم وارفعهم إلى الأبد. الرب عزتي ومجني، وعليه اتكل قلبي فنصرت، وابتهج قلبي وبنشيدي أعترف له.